كما تتوقف هذه المعرفة. لقد قام المسلمون بترجمة عديدة، بحيث أنهم ترجموا من اليونانية إلى العربية كل الكتب التي وصلتهم، وقد عزز المجتمع هذه الترجمات، ونتيجة لهذا ترجموا كل العلوم اليونانية. في الفترة الأولى كانوا يترجمون ويتعلمون وكانوا يقيمون المعلومات، بعد ذلك أصبح لديهم معلومات كثيرة وبدأوا بتأليف كتب خاصة بهم وانتقدوا العلوم اليونانية. وبالطبع لا يمكننا القول أن العرب كانوا مجرد مترجمين للعلوم اليونانية، بل كانوا الأشخاص الذين تابعوا أعمال العلماء اليونانيين إلى أن قادوا هذه الأبحاث إلى أزمة نهائية، وهذه الأزمة النهائية هي الأزمة التي أحدثت النهضة الفكرية والثورة العلمية. لو لم يفعل العرب ذلك لما كان هناك احتمال لحدوث النهضة الفكرية والثورة العلمية. استغرق الأمر كثيرا حتى وصلت هذه العلوم المهمة إلى أوروبا المسيحية، لكنها ما إن وصلت حتى تحول الفكر الغربي. أصبحت أعمال أرسطو تدرس في الجامعات، واستخدمت الأبحاث الطبية لابن سينا في المستشفيات الجديدة، ودرست الترجمات العربية لعلوم الهندسة اليونانية، وأصبحت هذه الأرقام العربية الجديدة في متناول الحرفيين والمهندسين. كانت هذه مرحلة أساسية في نمو الفكر الغربي. علينا أن نكف عن النظر إلى النهضة الفكرية على أنها انبعاث، بل علينا اعتبارها استمرارا لحركة فكرية أرسى المسلمون دعائمها قبل حدوثها بقرون. ومع ذلك نادرا ما تم الاعتراف بدور المسلمين في تطور الفكر الأوروبي. هذه اللوحة الهندسية الرائعة بنيت في أيام فيليب الثاني ملك إسبانيا، إنها من أواخر النهضة الفكرية وانتهى بناؤها عام 1591، وهي احتفال للفنون الليبرالية وعبقرية التاريخ. في الأسفل هناك العلوم الهندسية المصرية، وهؤلاء هم المعلمون في حصة الرياضيات اليونانية، وهم يستخدمون الأرقام العربية، لكننا لا نجد أثرا للخوارزمي أو أبي قسيس في أي مكان. لقد تم استئصال المفكرين العرب من ذاكرة التاريخ. تشتهر النهضة الفكرية الإيطالية بأنها أنعشت تعليم الفنون اليونانية والرومانية، لكن في الحقيقة ما حدث هنا قبل 400 سنة يساوي هذه النهضة أهمية. أتعتقدين أنه تم تجاهل ما قدمه العلماء المسلمون لإسبانيا المسلمة؟ لم تكن تعاليمهم تدرس في المدارس أو في الجامعات، لقد تم تجاهلهم عمدا، ولا نزال نعاني من هذه المشكلة حتى الآن. اختاروا من التاريخ ما يريدونه. هذا صحيح، وهذا سببه الحرب التي كانت قائمة آنذاك بين المسلمين والمسيحيين. كانت الأندلس تخسر هذه الأفكار العربية المهمة في الوقت الذي كان المسيحيون يتدفقون إليها. جبهة القتال التي بدأت في أقصى شمال مدريد كانت تتجه تدريجيا نحو الجنوب، ثم سقطت قرطبة عام 1236 تبعتها فالنسيا وسيفيل، فيما بقيت مملكة غرناطة مسلمة حتى عام 1250. منذ ذلك العام ركزت إسبانيا على تطهير المسلمين من أراضيها. نجح المسيحيون في القضاء بهدوء على تأثير الحضارة الإسلامية في أوروبا، لكن عندما قامت السلطات الإسبانية بطرد المسلمين من إسبانيا فعلت ذلك بأسلوب قاس جدا يثير الدهشة والنفور. كان تاريخ الأندلس على وشك أن يتخذ منحا جديدا ينظر بالشؤم،
كان المسلمون في مدينة غرناطة على وشك الوقوع ضحايا لإحدى أكبر موجات التطهير العرقي التي شهدتها أوروبا. بعدما سقطت كل مدن الأندلس بين أيدي المسيحيين، بقيت غرناطة بين أيدي المسلمين فترة طويلة، تحميها الجبال وهذه الأبراج العالية والحصون الكبيرة، وهكذا تمكن المسلمون الذين كانوا يعيشون هنا من صد هجوم الصليبيين لمئتي سنة أخرى، لكن الوقت كان ينفد. كانت غرناطة مجرد دولة صغيرة في جنوب إسبانيا، وكانت بقية البلاد منقسمة بين قشطلة في الغرب وأراغون في الشرق. كانتا مملكتين قويتين جدا. كان ملك قشطلة آنذاك مجبرا على تسليم عرش مملكته إلى ابنة أخيه إيزابيلا. كانت إيزابيلا فتاة عنيدة وعاطفية، ولكنها كانت أيضا تتمتع بعقل سياسي حاد الذكاء. عام 1469 في عمر 18 تزوجت ابن عمها الثاني فرديناند وريث عرش أراغون الجريء، وبزواجهما توحدت أكبر مملكتين كاثوليكيتين في إسبانيا، وكانت عملية استرداد كل أراضي إسبانيا على وشك الاكتمال. غرناطة المسلمة تعرقل حلم إيزابيلا بتوحيد إسبانيا، ولذلك كان عليها استردادها. وقعت غرناطة تحت الحصار لسنة قبل أن تستسلم في النهاية. عام 1492 ارتدى فرديناند وإيزابيلا ثيابا كثياب المسلمين، وكانا قد صنعاها لهذا الغرض، وبحيطة كبيرة دخلا إلى قصر الحمراء وتسلما مفاتيح المدينة، فيما غادر الحاكم المسلم أبو عبد الله الأحمر المدينة باكيا. قيل إن أمه قالت له: لا تبكي كالنساء ملكا لم تستطع الدفاع عنه كالرجال. الانتصار الذي حققته إيزابيلا في غرناطة وضع حدا لمجتمع لا مثيل له. في السنوات السبعمائة التي عاشوها في أوروبا، بنى مسلمو الأندلس حضارة كانت حجر الأساس لحياة متمدنة، وأثرت على أوروبا بطرق عديدة بدأنا لتونا نفهمها. وحاولت الملكة إيزابيلا أن تضمن عدم التقاء الإسلام والغرب مجددا. بعد سنوات قليلة من تسلم فرديناند وإيزابيلا مقاليد الحكم، أسسا منظمة لمراقبة ممارسة الدين، وكانت أكبر حركة دينية متعصبة شهدتها أوروبا على الإطلاق محاكم التفتيش. كان الهدف من المحاكم تعقب كل من لم يكن عضوا أرثوذكسيا في الكنيسة الكاثوليكية وإبادته. كان الأشخاص الذين وجدوا مذنبين بالهرطقة يتعرضون لمراسم شعبية تدعى أوتو دي في. في هذه المراسم المخيفة التي لا يزال الإسبان يمثلونها اليوم، كان المذنبون يجبرون على الاعتراف بخطاياهم، فيما كان متهموهم يراقبونهم وهم متخفين تحت القبعات الطويلة. وكان بعضهم يحرقون على الخشبة أحياء، ومعظمهم فقدوا منازلهم ووسائل رزقهم. عام 1526 أتت محاكم التفتيش إلى غرناطة للتعامل مع مشكلة المسلمين. لقب المسلمون بالهراتقة وخيروا بين اعتناق الكاثوليكية أو مغادرة البلاد أو المعاقبة. فصل مسلمو غرناطة عن بقية السكان. الحي الذي كانوا يقطنون فيه هو أقدم حي في المدينة اليوم. إنه منزل رائع. لا تزال العديد من المنازل التي أجبر المسلمون على مغادرتها موجودة اليوم. أنطونيو يعيش في واحد منها. إنه منزل يفتقر إلى النوافذ التي تطل على الطرقات، لكن الجزء الأهم هو هذه الباحة الداخلية. نعم، الباحة هي مركز الحياة العائلية، لذلك كل النوافذ والأبواب تفتح إلى الباحة وتغلق من ناحية الطرقات. الخصوصية كانت من أهم صفات هذه المنازل. خارج المنزل
كانوا مسيحيين وكانوا يذهبون إلى الكنيسة مع المصلين ويحتفلون بالزواج على الطريقة المسيحية، لكنهم بعد ذلك كانوا يعودون إلى منازلهم ويحتفلون بالزواج على الطريقة الإسلامية. ماذا كان يحدث عندما كانت محاكم التفتيش تطرق أبوابهم؟ هذه المنازل لديها مداخل طويلة، لذلك لا يستطيع الطارق رؤية ما الذي يحدث في الباحة من الخارج حتى لو كان الباب مفتوحا. كانت محاكم التفتيش تنتقل من باب إلى آخر بحثا عن الأشخاص الذين كانت تشك بأنهم لا يزالون مسلمين. كان القادة المدنيون قد طردوا من المدينة، لذلك لم يبقى سوى النساء والأطفال. كانوا يأخذونهم في الليل ويحتجزونهم في الكنائس ليحاكموا في الصباح التالي. كان بعض النساء يصرخن بأنهن كن كالحملان التي تؤخذ إلى الذبح، وتمنين بدلا من ذلك الموت في المنازل. كانت المحاكم فعالة جدا، حتى انه في غضون 20 سنة اعتنق كل مسلمي اسبانيا الديانة الكاثوليكية.